مرحبا، إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رح كمل شرح في مادة الهيماتولوجي. رح نشرح شابتر الريد سيل مورفولوجي اللي هو الشابتر الثالث من المادة. رح نناقش شوي عن شكل الخلايا الدم الحمراء المتعلقة بحجمها، إذا كبر الحجم أو نقص شو رح يصير بالمورفولوجي أوف ريد بلاد سيلز. نفس الشي بالنسبة للون، رح نشوف أنواع مختلفة من البويكيلوسايتوسيز اللي هو الأبنورمال ريد سيل شيبد. كيف منشوف الريد سيل مورفولوجي تحت الميكروسكوب، او كيف منقدر نشوفها؟ عن طريق انه نعمل مسحة للار بي سيز او للدم، اللي هي عن طريق البلاد فيل، مسحة الدم. هاي المسحة بنعمل لها صبغة بصبغة اسمها الجمزة ستين، هي احد صبغات الار بي سيز. عفوا، ليش بنعمل هذا البلاد فيل؟ مشان نشوف نميز النورمال مورفولوجي من الابنورمال اند ارتفيشال مورفولوجي. نعطي معلومات للفيزيشن، للطبيب المعالج، بنقدر نعمل كواليتي كنترول انه نتحقق من الفوليو او القيم اللي اعطاني اياها الجهاز، المعلومات المتعلقه بالار بي سيز اللي اعطاني اياها الجهاز. فبقدر عن طريق البلاد فيلم اتحقق انه هذا الجهاز ماشي صح او لا، وكمان بقدر اعمل المانيوال ميثودز اللي هي نفسها البلاد فيلم يعني. فبقدر اعمل ديفرنشيال كاونت عن طريق المانيوال ميثودز في حال تعطل مثلا جهاز السي بي سي. كيف بشوف هاي المورفولوجي او بانو منطقة؟ بمنطقة اسمها الكريتيكال اريا. هاي السلايدة انا بجيب بحط دروب اوف بلاد هون، بعمل لها مسحة، لازم تكون المسحة على شكل فيجر هيك تقريبا يعني، رسم مو دقيق. فبتكون مقسمة، بنقدر يعني نفرق تحت الميكروسكوب. بتكون هاي المنطقة توثن، هاي هون المنطقة اللي هي الكريتيكال اريا واللي هي بيكون الار بي سيز فيها از سنجل، يعني كل واحدة لحال، ممكن يكون دبل كل تنتين مع بعض عادي ما في مشكلة، بيكونوا متوزعين بشكل راندوملي. اما هاي المنطقة اللي هي تو ثيك بيكونوا على بعضهم الار بي سيز، فما بقدر اني اشوف المورفولوجي بشكل مزبوط. فأنا إذا شفت الريد بلاد سيلز بمنطقة التوثن، راح تكون الريد سيلز فلات، مسطحة وأشكالها غير منتظمة، ما راح يكون فيها كمان سنترال بيلر اللي هي بتدلني على نسبة الهيموغلوبين بالار بي سيز. if the area examined is too thick، إذا شفنا الار بي سيز بمنطقة التوثك راح تكون السيلز قريبة على بعض كتير، وما راح أقدر أقيم المورفولوجي لكل خلية. النورمال ار بي سيز لازم يكونوا راوند، الاستيك، نون نيوكلييتد، باي كونكيف. many ار بي سيز هاف ان اريا اوف سنترال بيلر ويتش كفرز اباوت 1/3 اوف ذا سيل. هلا كل خليه دم حمراء لازم يكون فيها سنترال بيلر اللي هي المنطقه الشاحبه، وهي المنطقه الشاحبه لازم تاخذ ثلث الخليه اللي هي هون، هاي الار بي سيز هون، هاي السنترال بيلر. هاي السنترال بيلر ناتجة عن وجود او عن توزع الهيموغلوبين بداخل الار بي سيز. هلا انا لما عملت المسحة، انا معناته هيك ضغطت على الار بي سيز، فانا ضغطت على الهيموغلوبين. هلا لما صار في ضغط على الهيموغلوبين رح يتوزع على حواف الخلية هون، يعني هاي مو الهيموغلوبين، مو هو بالسنترال بيلر، لا، الهيموغلوبين هون اللي هو بالمنطقة الغامقة هاي، اما السنترال بيلر اللي هو لأنه راح الهيموغلوبين وراح على حواف الخلية. The pillar occurs as a result of the disc-shaped cells being spread on the slide. توزعوا على هاي السلايد. لما أنا عملت مسحة توزعت الخلايا، انتشرت بالسلايد، بنفس الوقت كمان ضغطت على الار بي سيز نفسها وانتشر الهيموغلوبين على الحواف. Average diameter of 7.2 microns with a range of 6 to 9 microns, almost the same size as the nucleus of the small lymphocyte. هلا هاي بحكي لي انه هاي هي الليمفوسايت وهاي هي الار بي سيز. على الاغلب دائما حجم الخليه الدم الحمراء بيكون مساوي لحجم نواه الليمفوسايت.
هاي الكريتيكال اريا على باستخدام عدسة التن اكس، بس نحنا لا بنشوفها على الميت اكس بالاويل. Once the correct area هون هاي الكوركت اريا تحت الميت اكس اللي هي الاويل اميرجن. كمان لاحظوا انه هون في اللاينج سينجلي، اما بتكون لحالها او بتكون اوكيجنال دبلز كل تنتين مع بعض. هاي منطقة توثن حكينا بتكون توثن الريد سيل. The cells have large spaces between them، بيكونوا بعد عن بعض كتير، ما بيكون في central area، ممكن كمان يكونوا square على شكل square، يعني بتكون الأشكال غير منتظمة. هاي toothache ما بنستخدمها طبعا لأنه ما بنقدر نقيم المورفولوجي تبع الريد بلاد سيلز. بتكون الخلايا stacked like queens، بتكون مثل النقود على بعضها. Because of the large number of cells present in this section of the slide، بسبب إنه بيكون في كتير خلايا بهاي المنطقة فما بيقدروا يتوزعوا أو يبعدوا عن بعض. هلأ رح ناخد شيء اسمه size variation اللي هو الأنيسوسايتوسيس. دائما كان دكتور شادي يحكي لنا إنه أنس وأنيس بنفس السلايد فبيكون في size variation، واسم المصطلح الأنيسوسايتوسيس. Red blood cells can vary in size from smaller than normal microcyte. إذا كانت الخلايا أصغر من الطبيعي بيكون اسمها microcyte، إذا كانت أكبر من الطبيعي بيكون اسمها macrocyte. بس لما بيكون على نفس الفيلد في عندي normal وفي عندي micro في عندي macro، معناته anisocytosis، في أكتر من حجم بنفس الفيلد. size of normal RBCs حكينا انه دائما قد النيوكليس اوف لينفوسايت. هاي المايكروسايت بتكون الخلية اصغر من نواة اللينفوسايت، عفوا هاي الخلية وهاي اللينفوسايت فدائما بتكون اصغر. السنترال بيلر بيكون اكتر على الاغلب في حالات المايكروسايتك بتكون الـ RBCs أصغر من النيوكليس أوف لينفوسايت. كمان بيكون السنترال بيلر فيها أكتر من ثلثها، أكتر من الثيرد تبع الريد بلاد سيل. هون هاي المايكروسايت أصغر من الحجم الطبيعي للريد بلاد سيلز، والسنترال بيلر فيها كتير عالي. هاي المايكروسايت كمان مرة، بس هون مو شرط، بحكي لي انه هو مو شرط دائما اذا خلص اذا مايكروسايت معناته لازم تكون سنترال بيلر greater than third، لا احيانا بيكون الهيموغلوبين فيها طبيعي نورمال هيموغلوبين، فعادي ممكن تكون مايكروسايت نورمال هيموغلوبين اللي هو نورموكروميك، بنحكي له لما بيكون نورمال هيموغلوبين نورموكروميك. اما لما بيكون increase central pillar معناته قل الهيموغلوبين هايبوكروميك. هاي مايكروسايتس كمان مرة مع نورموكروميك، شايفين هون الهيموغلوبين وضعه أو نسبته طبيعية بالRBCs. Microcytes have a diameter of less than 7 microns. الميكروسايت بتكون ديميتر لإلها أقل من 7 مايكرون. الMCV رح يكون أقل من 80 كيوبيك مايكرونز اللي هو حجم الMCV اللي هو المين كوربسكولار فوليوم للRBCs، فأنه أكيد رح تكون أقل من 80 لأنه المعدل الطبيعي للMCV من 80 لـ95%. Two types of microcytes can be seen، those with increased central pillar أو normal central pillar. هاد حكينا pillar عفوا. هلأ الماكروسايت أو الميغالوسايت بتكون الخلايا أكبر من وضعها، أكبر من الحجم الطبيعي، بيكون الـ MCV 100 أو أكتر لأنه الطبيعي لحد 95. الميغالوسايت ليش من شو ناتج؟ بنقصان بخلال عملية تكون الـ DNA، بسبب نقصان الفيتامين بي 12 والفوليك اسيد ديفيشن وفوليك اسيد ديفيشنسي، لانه الفيتامين بي 12 والفوليك اسيد بيدخلوا بتصنيع الدي ان اي تبع خليه الدم الحمراء، فلما ما لما يكون في نقص بهذا الفيتامين او بالفوليك اسيد رح يكون في نقص بتصنيع الدي ان اي. هلا نقص الدي ان اي هاد او تصنيع الدي ان اي رح يخلي الخليه تكون ابطا من الخلية اللي فيها DNA مو ناقص أو طبيعي،
فرح تكون الماتشور لإلها slower than normal rate، لهيك رح تتحول الخلية لميجالوسايت. Since hemoglobin production is not affected, the mature red cell is larger than normal. الهيموغلوبين ما رح يتأثر إنتاج الهيموغلوبين، بس إنه الماتشور ريد سيل الخلية الدم الحمراء رح تكون أكبر من الطبيعي، ما دخل الهيموغلوبين مثل المايكروسايت. هاي الماكروسايت، هاي النيوتروفيل أو النيوتروفيل، لا الليمفوسايت، هاي عفوا هاي الليمفوسايت. دائما حكينا انه الار بي سيز قد حجم النيوكليس تبع الليمفوسايت، فهي الليمفوسايت بيقارني فيها بالار بي سيز، هون بيكون حجمها اكبر ماكروسايت. هاي الليمفوسايت، هاي النواة تبعها، هاي الار بي سيز، وهاي خلايا الماكروسايت ما تاثر الهيموغلوبين. هاي نيوتروفيل طالع بالبلد فيلم هون، هاي الماكروسايت عفوا. فالانيسوسايتوسيس increased variation in size of the red cell population present on a blood smear، بزيد التنوع بحجم الار بي سيز بنفس البلد سمير بنفس الفيلد. بيكون في نورمال وسمول ولارج، ممكن ان يكون الام سي في، لما نقيس الام سي في رح يكون نورمال. طيب ليش؟ لانه بسبب وجود هذا التنوع، في عندي سمول، في عندي نورمال، وفي عندي لارج، فمثل اللي بيكسر وبيجبر، فبتصير السمول الريد بلد سيلز تكسر الام سي في، اما تيجي اللارج والله وتجبرها فرح يطلع الام سي في نورمال. بس كيف رح نعرف انه في انيسوسايتوسيس؟ عن طريق الار دي دبليو رح يكون عالي، اللي هو بيقيس الفاريشن اوف سايز للريد بلد سيلز. As the severity of the anemia increases, the amount of significant anisocytosis present also increases. كل ما زادت الأنيميا، كل ما زادت حدة الأنيميا، رح يكون الأنيسوسايتوسيس أكثر، لأنه البون مارو رح يصير بسبب فقدان البلد أو بسبب فقدان حجم البلد، رح يصير البون مارو يصنع أي آر بي سيز وطلعها، فرح ما يعني ما رح تطلع الماتشور ريد سيل، رح يكون سمول أو لارج أو نورمال في حالة الأنيميا بسبب التصنيع الزائد للبون مارو، مشان يحاول يعوض الجسم فقدانه للبلد. هاي أنيسوسايتوسيس، هون ماكروسايت، وفي كمان هاي مثلا النورمال، وهاي المايكروسايت، هاي الليمفوسايت، هاي الماكروسايت، هاي الليمفوسايت معناته هاي أكبر، فهاي ماكروسايت، هاي ماكروسايت اسمها. هون هاي شو هي؟ هاي مايكروسايت، لأنه هاي الليمفوسايت هي هاي أصغر مايكروسايت مع هايبوكروميك. الهيموغلوبين هون متوزع على الار بي سيز، على حوالين حواف الار بي سيز بشكل قليل، معناته هايبوكروميك. هلا كمان شغله انكم تعرفوا، السنترال بيلر بيتناسب تناسب عكسي مع نسبه الهيموغلوبين، فكل ما كان الهيموغلوبين عالي السنترال بيلر بتكون اقل، وكل ما كان الهيموغلوبين واطي اوطى رح يكون السنترال بيلر اكثر، لانه بيكون الهيموغلوبين متوزع هيك. رح ارسم لكم اياها، هاي خلية الدم الحمراء، هون خلينا نحكي بيكون الهيموغلوبين متوزع. لما نحن نعمل المسحة رح هاي الهيموغلوبين رح يروحوا على الحواف هيك يتوزعوا حوالينها، فكل ما كان أعلى رح تكون السنترال بيلر أقل، هيك رح تصغر السنترال بيلر، وكل ما كان أقل العكس. تمام، هاي أنيسوسايتوسيس كمان، هاي هون عندنا الماكروسايت، هون كمان ماكروسايت، هاي نورمال، هاي مايكروسايت، هاي الليمفوسايت. طيب البلد فيلم هون شو؟ نورمال. هاي الكريتيكال اريا، في سينجل ار بي سيز وفي دبلت، في ليمفوسايت، والار بي سيز هون قد الليمفوسايت، والهيموغلوبين ماخذ تقريبا ثلث الار بي سيز، فرح تكون نورمال. هلا رح نحكي عن الار بي سيز كلر، عن ألوان الـ RBCs وشو اللي بيأثر على لونها. Erythrocyte when spread on glass slide، لما نحن بنفرد الـ RBCs هاي رح يكون في عندي اختلاف بدرجات الـ Central Pillar، حكينا و Central Pillar اللي هي متعلقة بالـ Concentration of Hemoglobin داخل الخلية داخل الخلايا الحمراء. The MCHC النورمال يكون من 32 ل 36 جرام ملليلتر بير دي سي لتر، is the index volume.
فنحن بنفحص الـ MCHC لنتحقق إنه في النسبة الطبيعية أو النسبة اللي لازم تكون من الهيموغلوبين داخل الـ RBCs. A decreased amount of hemoglobin is referred as a hypochromasia أو hypochromia. لما بتقل الهيموغلوبين بنطلق عليها مصطلح الهايبوكروميا. MCHC value of 30% or less reflect this condition. لما بتكون MCHC أقل من 30% بيكون في هايبوكروميا. Cells located in the too thin portion of the smear often appear to be hyperchromic. لما بتكون بمنطقة too thin حكينا بتكون hyperchromic. ما في هايبركروميك يعني ما في سنترال بيلر، حكينا العلاقة عكسية بين السنترال بيلر والهيموغلوبين، فلما بيكون الهيموغلوبين كتير عالي معناته هايبركروميك، ما رح يكون في سنترال بيلر. هاد امتى بنشوفه؟ بالتوثن. الميغالوسايتس ماكروسايتس ار نورموكروميك، دائما الميغالوسايت ما بيتأثر، هون حكينا بحال نقص البي 12 او الفوليك اسيد هون ما بيتأثر الهيموغلوبين فرح يكون نورموكروميك. هاي نورموكروميك سيلز أي متوزع الهيموغلوبين بشكل الطبيعي ثلث خلية الدم الحمراء. هون لا، هون في حالة الهايبوكروميك شوفوا ما في هيموغلوبين على حوالين خلية الدم الحمراء، سنترال بيلر سنترال بيلر كتير عالية. هاي كمان نورموكروم، لا هاي هايبر، هون ما في سنترال بيلر بالمرة معناته في عندي هيموغلوبين كتير عالي هايبر كروميك. هاي هايبوكروميك نفس الشيء، وهاي هايبر. هاي البوليكروميزيا يعني في عندي متعدد من في هايبوكروميك وفي هايبركروميك مثلا هون، وفي كمان نورموكروميك بيكون هاي النورموكروميك. هون في عندي الهايبوكروميك، هون اللي هي الهايبركروميك. مو كتير واضح هذا البلد فيلم، بس هو بولي كروميزيا يعني في عندي أكتر من الهيموغلوبين متوزع شي هايبر شي هايبر شي نورمو. لا رح نجي على مصطلح جديد اللي هو البوي كيلوسايتوسيز اللي هو variation بالشيبت لل RBCs. هذا الجدول أخذناه بالشابتر الثاني، حكينا إنه الأكانثوسايت بيكون في عنا على شكل شوك لطالع للآر بي سيز في حالة إنه في الليبيد اللي هو خلل بالليبيد تبع البلازما ممبرين تبع الآر بي سيز. الكودوسايت اللي هي كمان اسمها التارجت سيل. الداكروسايت اللي هي على شكل تير دمعة. والدريبنوسايت اللي هو السيكل سيل أنيميا نفسه بنطلق على الار بي سيز اسم دريبنوسايت. والإكينوسايت بتكون مثل الأكانثوسايت بس الإكينوسايت الشوك لإلها أقل أو أصغر. والإليبتوسايت اللي هو على شكل أوفال بيضوي، هذا كمان بيكون هيريديتاري إليبتوسايت. هذا جدول مو واضح، هاي الأكانثوسايت رح ناخدها بالتفصيل. بيكون طالع من الخلية من 3 ل 12 شوكة أو ثورن، بيكونوا الريجولر حوالين الخلية. بتكون الخلية الدم الحمراء أصغر من النورمال. ما في سنترال بيلر، ما في وضع هاي هون، هاي الأكانثوسايت ما فيها سنترال بيلر. وبيكون عندها excess of cholesterol معناته في مشكلة بالليبيد. Large numbers of these cells on a smear E can be of diagnostic significant. بقدر اني اشخص حالة من لما اشوف acanthocyte. هلأ شو الخلل هون بالacanthocyte؟ كيف بتصير الRBCs acanthocyte؟ بيكون عندنا فقدان بالبروتين الشحمي بالدم. هذا المرض اغلبه بيكون hereditary وراثي، أو بيكون في اللي هو التليف الكبد الكحولي، أو في خلل مرض بالليبيد أمراض الليبيد، أو سبلينوكتومي اللي هو إزالة الطحال. هاي كمان مرة الأكانثوسايت. هون الكودوسايت اللي هي التارجت سيل، هاي التارجت سيل اللي بيميزها إنه في تركيز عالي من الهيموغلوبين بالنص جاي بسنترال بيلر، يعني بتوزع الهيموغلوبين على الحواف وبالنص بيتركز بالبيريفيرال رينج اوف هيموغلوبين وكمان بالنص. الكودوسايت هي نفسها التارجت سيل في حالة التلاسيميا
الهيموغلوبين سي ديزيز بعد ما بعد إزالة الطحال أو السبلين والأوبستركتيف جوندس اللي هو الإغلاق القنوات المرارة، وهي القنوات اللي هي بتنقل البايل من الليفر للإنتستين مشان يصير ديستركشن أو ديستركشن لا مشان تعمل الميتابوليزم للليبد بالإنتستين، فبيصير فيه هون مشكلة بالليبد لهيك بيظهر عندي الكودوسايت. هاي كمان مرة الكودوسايت، شوفوا كيف واضحة جدا هون، هاي الهيموغلوبين متوزع على الأطراف وبالنص البيلر، وهاي السنترال بيلر. الداكروسايت اللي هي التير دروب على شكل دمعة، بسبب بنشوفها بحالات الميلوفايبروسيس والميلويد ميتابليجيا اللي هي سرطانات او تحور سرطاني للخلايا وتليف، والميلوفايبروسيس اللي هو تليف نخاع العظم، فبيكون دائما بنشوفها بمشاكل نخاع العظم لما بيكون في مشكله بالبون مارو بنشوف الداكروسايت او التير دروب. الدريبانوسايت اللي هي على شكل سيكل سيل أو هي على شكل المنجلين هاد، are formed as a result of the presence of hemoglobin S. بيكون في عندي hemoglobin S بالRBCs فبتتحول الخلية لهذا الشكل. As the red cell ages it becomes less flexible، بتصير أقل مرونة وبتصير becomes rigid، بتصير قاسية ما بتقدر تاخد أكسجين أو تقدر تحمل هاي الـ RBCs، ما الهيموغلوبين اللي فيها ما بيكون قادر أنه يحمل الأكسجين بالشكل الطبيعي، فممكن أنه يصير اللي هو يحدث لمناطق لبعض المناطق نقص تروية اللي هي المناطق اللي بيكون فيها الكابيلاريز، فما بتقدر أنها تفوت داخل الكابيلاريز لأنها هي بتكون ريجيد وبتكون لسه الفليكسيبل، ما بتقدر أنها تضغط حالها فما بتقدر أنها تفوت الكابيلاري، فبعض المناطق بصير لهم نقص تروية للأكسجين. فالسبلين بيشوفها أنه هي abnormal red cells وبيحطمها وبصير في عندي أنيميا sickle cell anemia. أغلب الخلايا السكيلد بتكون على شكل سكيلد، بترجع بتتحول للوضح أو للآر بي سيز النورمال آر بي سيز لما بصير أكسجينيتد، بصير في أكسجة، فعشرة بالمية من السكيلد سيل are unable to revert back to their original shape. عشرة بالمية منهم ما بيقدروا أنهم يرجعوا، بس الأغلب بيقدروا أنهم يرجعوا لشكلهم الطبيعي. هاي السكيل سيل. هلأ نأخذ الإيكينوسايت اللي هو سببه اليوريميا، ارتفاع نسبة اليوريا بالدم، فهاي اليوريا رح تأثر، بما أنها هي اليوريا توكسيك فرح تأثر على شكل خلية الار بي سيز وتحولها للإيكينوسايت. following heparin injection بنعطي للمريض اللي عنده إيكينوسايت بنعطيه هيبارين اللي هو بيعمل على تثبيط التخثر، فهو الهيبارين مضاد تخثر مشان ما يصير تخثر وجلطات وتعمل مشاكل للمريض بنعطيه هيبارين. كمان بيصير عندي إيكينوسايت بسبب نقص البيروفيت كاينيز. هلأ الإليبتوسايت اللي هو على شكل أوفال هيك شكلها بيكون، هون بيكون في مشكلة بالبروتينات الداعمة للبلازما ممبرين تبع الـ RBCs. هيريديتري اللي هو حكينا مشكلة بالبروتينات، أو بحالة التلاسيميا أو الميغالوبلاستيك أنيميا أو الأيرون ديفيشنسي. هاي الإليبتوسايت كمان مرة. هاي الكيراتوسايت اللي هي الخلية الدم الحمراء بتكون تدمر جزء منها خلال مرورها بالفايبرين، مثلا هاي البلود فيزل هون بتكون الخثرة هيك قرب لكم اياها، فالار بي سيز هون بيكونوا عم بيمروا والله وبيمشوا، فكل ما مرت الار بي سيز وعملت كونتاكت مع الفايبرين هاي راح يصير لها تكسر للار بي سيز، فراح تكون الار بي سيز على شكل كيراتوسايت او بنحكي لها بايت سيل يعني خليه ومعضوضه، هاد كأنها معضوضة عض، فبتكون الـ RBCs ناقصة.
إمتى بتكون بحالة الانترفازيكولار كواجيليشن اللي هي الجلطات أو تخثرات داخل الفازيكولار، أو المايكرو انجيوباثيك هيمولايتيك أنيميا في حالة الأنيميا الانحلالية، أو الجلوميرولو نيفروبرايتس اللي هو التهاب الكلى، أو ريجكشن أوف رينال ترانسبلانت اللي هو في حال زراعة الكدني وصار في ريجكشن، صار في مهاجمة للكدني من خلال الوايت بيسيز. هاي كمان بايت سيل او شو اسمها الكيراتوسايت. هلا السيستوسايت هي تقريبا نفس اسباب الكيراتوسايت، بس اللي بيفرق انه هون الار بي سيز ما بضل شيء منها، بضل شيء قليل جدا، بقايا الار بي سيز بكون اقل من الكيراتوسايت، فجزء كبير من الار بي سيز بيروح هون. كمان نفس الشيء بسبب فايبرين صار في كونتاكت. السفيروسايت اللي هو بتكون الار بي سيز على شكل بتتحول لشكل دائري، تفقد شكلها البايكونكيف. They appear to be round, darkly stained، بتكون غامقة جدا without central pillar، ما في central pillar فيها، يعني بتكون هايبر كروميك. هاي السفيروسايت، هاي كمان مرة السفيروسايت، هدول هون هاي نايس فيروسايت. كمان بسبب الهيريديتري سفيروسايتوسيز اميون هيمولايتيك انيميا، الانيميا الانحلالية اللي هو بسبب تحطم الار بي سيز. هلا الخلايا هي غير طبيعية فرح تسبب لي هيمولايتيك انيميا، لانه السبلين رح يشوفها خلايا غير طبيعية ورح يحطمها. سيفير بيرنز لما بيوصل الحرق مثلا للدرجة الثالثة رح يصير في نقص بالار بي سيز، فالجسم رح يعوض هاد الار بي سيز او النقص اللي صار عن طريق انه يطلع لي اي خلايا، فممكن انه تطلع عندي السفيروسايت. او لما بيكون في تخزين للبلد بالفيترو لمدة طويلة. هلأ رح ناخد شكل الستوما توسايت اللي هي عم تضحك وما شاء الله عنها مكيفة سمايل معطيتني. بتكون كاب شيبت إريتروسايت على شكل كاب، هاف إلونجيتد أور سليت لايك سنترال بيلر، بيكون في بنصها شيء مثل الشق هيك عند السنترال بيلر. كمان هيريديتري أو منشوفه بالنيو بلاستيك ديس أوردرز اللي هو سرطان بالخلايا او بالليفر ديزيز او الار اتش نال ديزيز او بالفيترو تشينج ان بي اتش، لما منخزن البلد بالفيترو بصير تغير بالبي اتش. هاي كمان سفيروسايت، لا مو سفيروسايت، حكينا سوماتوسايت. هاي كمان مره السوماتوسايت. هلا الترورولكس اللي هو لما بيكونوا خلايا الدم الحمراء على شكل كوينز مصطفين ورا بعض او توجذر بيجمعوا مع بعض، ستاك توجذر لايك كوينز، بيكون اربع او اكثر، اربع خلايا او اكثر بيجمعوا مع بعض. الريلاكس is clinically significant when increased globulin are present. منشوف هذا الريلاكس لما بيزيد الجلوبيولين مثل سرطان اللي اسمه أو المالتيبل مايلوما اللي هو كانسر بالبلازما سيلز. هلأ كيف بصير هذا الترو ريلاكس؟ عندي شيء اسمه زيتا بوتنشيال. هذا الزيتا بوتنشيال تبع الار بي سيز اللي هو ناتج عن النيجاتيف تشارج بالار بي سيز. هلأ شحنة الار بي سيز او الشحنة الغالبة على الار بي سيز هي نيجاتيف، فهي دائما متباعدة عن بعض. اما لما بصير في نقص بالزيتا بوتنشيال هاد او نقص بالنيجاتيف تشارج، رح الار بي سيز رح يقربوا من بعض ورح يصير الار بي سيز شكلهم ترو ريلاكس. حكينا منشوفه بحالة زيادة الجلوبيولين بمرض المالتيبل مايلوما. هاي فولس رولكس. ليش فولس رولكس؟ لانه شفنا الرولكس هاد بشفناها بالتو ثيك اريا. اصلا بالتو ثيك اريا بيكون الار بي سيز متقاربين من بعض، فما بيكون في حاله الرولكس، فبنحكي لها فولس رولكس مو ترو رولكس. الترو رولكس انه نشوف للرولكس بالكريتيكال اريا، يعني عن جد بيكون في رولكس بالدم. اما فولس رولكس لا، بنشوف الرولكس هاد بالتو ثيك
area. أما بالتو ثن ما بيكون في رولكس لأنه أصلاً بيكونوا الـ RBCs متباعدين عن بعض. هاي الترو رولكس اللي هي باللي حكينا بالكريتيكال أريا. الأوتو أجلوتينيشن اللي هي الخلايا لما بتتجمع مع بعض على كمان مثل الكوينز. بس هون بيتجمعوا مع بعض على شكل خثرة مو مثل الرولكس هيك ورا بعض. بسبب شو هاد بصير؟ بيكون في أنتيبادي بالبلازما، زيادة بالأنتيبادي، بيكون في زيادة بالأنتيبادي بالبلازما. وأكتر واحد اللي هو الاي جي ام. نحن بنعرف إنه في عنا 5 أنواع من الأنتيبادي، الاي جي ام، الاي جي جي، والاي جي دي، والاي جي اي. فأكتر واحد اللي هو قادر على إنه يعمل هاد الأجلوتينيشن اللي هو الاي جي ام. ليش؟ لأنه هو خماسي. شو أرسم لكم إياه؟ هيك بيكون 3 4 5. لا بدون هي، فهو خماسي، فعنده 5 مناطق انه يرتبط فيهم الانتيجين. هيك بيرتبط الانتيجين تبع الار بي سيز. هاي الار بي سيز بيكون عليها انتيجين، فبصير الانتيبادي هاد يرتبط على الار بي سيز، فبيتجمعوا مع بعض وبيعملوا اجلوتينيشن، وبيسبب طبعا جلطات وتخثرات عند المريض. هاي اوتو اجلوتينيشن. طيب شو هاي؟ هاي الايكينوسايت اللي هو بسبب اليوريميا، ارتفاع اليوريا بالدم. هون المريض شو بنعطيه؟ حكينا بنعطيه الهيبارين. طيب وهاي على شكل شو مبينه؟ هاي واضحه جدا على شكل التير دروب اللي هو مشكله بالبون مارو، حكينا هون بيكون فيه. وهاي شو في هون عنا؟ في الأكانثوسايت اللي هي مشكلة بالليبد. هاي السيكل سيل أنيميا. وهاي التارجت سيل اللي هو حكينا بيكون فيه هيموغلوبين على الأطراف الخلية، وبيكون بالنص كمان متجمع الهيموغلوبين. طيب شو هاي اللي هي الستوماتوسايت؟ هاي اللي بتضحك كيف على حالها سمايل. وهاي الإليبتوسايت اللي هي على شكل أوفال. وهاي النورمال او لا، هاي نورمال بس هاي لا، هون في شيء مو طبيعي اللي هو السفيروسايت. عفوا هاد سفيروسايت بس هاي نورمال. هون شو اللي معضوضه؟ الخليه المعضوضه شو سميناها؟ كيراتوسايت او بايت سيل. وهاد مبين واضح جدا الاوتو اجلوتينيشن. وهاد الترورولكس، هاد كمان الترورولكس. هون اللي هو بيكون في هايبركروميك، كتير في عندي هيموغلوبين. وهي اصلا بمنطقة التوثن اريا، هاي مو الكريتيكال اريا، لانه كيف عرفنا ان هم الار بي سيز متبعدين عن بعض وفي عندي هايبركروميك. وهي الايكينوسايت اللي هي اشواك بس مو طويلة مثل الاكانثوسايت، هاي ايكينوسايت. وهي الترورولكس. وهي شو كمان؟ هاي كمان مبينة اللي هي السيكل سيل، هاي التارجت سيل. طبعا هاي الصور كلياتها مهمة أكتر باللاب، بالفاينل لاب. يعني مو ما أتوقع إنه ركز على هذا الشابتر الدكتور شادي بمادة الفيرست. هون عطيني خيارات إنه أختار هاي الـ RBCs هايبوكروميك ولا هايبركروميك ولا نورما ولا بوليكروماتوفيليك، اللي هو حسب السنترال بيلر اللي هو حسب توزيع الهيموغلوبين. فأنا شو شايفة هون؟ ثلث الحجم الخلية معناته نورما كروميك. الجواب بيكون هون حسب الهيموغلوبين وحسب السايز. اول شيء السنترال بيلر كيف مبينه واضحه جدا عاليه، معناته شو بتكون الهيموغلوبين كتير نازله، فمعناته هايبوكروميك. طيب هاي الليمفوسايت فهي اصغر ولا اكبر؟ لا اصغر، معناته بتكون مايكروسايتك هايبوكروميك. هاي نفس الشيء مايكروسايتك هايبوكروميك. طيب هلأ رح نشوف بعض الانكلوجين بوديز اللي بتشكلوا داخل الار بي سيز بتكون غير طبيعية. هاد طبعا الانكلوجين بوديز. اول واحدة خلينا نشوف الهوا الجولي بوديز اللي هو بيكون شكلها small round، كتير صغيرة ودائرية داخل الار بي سيز، وبتنصبغ بنفس الصبغة اللي هو الجمزة او الرايت ستين.
كأنها بتصير كأنها نيوكلاي بداخل الـ RBCs، فهي بتكون بقايا DNA ظلت داخل الخلايا، خلايا الدم الحمراء. إمتى بنشوفها؟ بعد السبلينوكتومي، اللي هو بعد إزالة السبلين، لأنه السبلين رح يعمل لها قبل، يعني لما بيكون في سبلين فأي خلية abnormal رح يعمل لها فلترة ورح يشيلها ورح يحطمها. أما بعد السبلين ما رح يضل، يعني ما في شيء رح يحطم هاي الـ abnormal RBCs، فرح نقدر نشوف اللي هو الجولي بوديز. وفي حالات الميغالوبلاستيك انيميا، اللي هو بيكون اصلا الميغالوبلاستيك انيميا سببه ديفكت بالسينثيسز تبع الدي ان اي بسبب نقصان البي 12 او الفوليك اسيد. هلا رح نتعرف على السيدوريتك جرانيولز، اللي هي ار بي سيز ويش كونتين نو هيموجلوبين ايرون جرانيولز. هلا الاصل بالحديد انه يكون داخل او مرتبط مع الهيموغلوبين. هون ما بيكون الحديد مرتبط مع الهيموغلوبين، بيكون خارج، بيكون متكتل بالار بي سيز بس مو عند الهيموغلوبين، بيكون بشكل غير طبيعي الريجولر جرانيولز. بنقدر نشوفه بالرايت ستينت كمان تبعت الار بي سيز. الأصل بالآيرون إنه يكون بداخل الـ RBCs متوزع بشكل عشوائي أو عند الهيموغلوبين. هون لا، بيكون متكتل، الآيرون ما بيكون متوزع، بيكون متكتل بحوالين النواة تبعت البريكيرسر. هون مثل ما منشوف بيكون لونه أزرق أو بيربل. امتى بنشوف هاي الحالة؟ بحالة الهيمولايتك انيميا، الانيميا الانحلالية، او البوست سبلينوكتومي، نفس الشي بعد ازالة الطحال. هلأ البيزوفيليك ستيبلينج نمبرز اوف بيزوفيليك انكلوجنز ان ريد سيلز. هلأ سموها بيزوفيليك بناء على اسم الصبغة، انها بتنصبغ بالبيزوفيليك ستين. بتكون هون بقايا RNA موجودة بداخل الـ RBCs، الـ mature RBCs. امتى منشوفها؟ بحالة التلسيميا، الميغالوبلاستيك انيميا، والهيمولايتك، والليفر ديزيز، وهيفي ميتال بويزنينج اللي هو التسمم بالرصاص. هاي الهينز بودز بحالة الديناتوريشن هيموغلوبين، اللي هو دائما الميت هيموغلوبين، اللي هو الحديد لما بيكون بحالة الفرك، هيك بيكون شكلها. هاي اسمها هينز بودز. يعني حكينا هاي الجولي بودز لما بيكون بقايا من الدي ان اي موجودة بالار بي سيز. السيدروتيك جرانيولز حكينا بتكون الايرون ما متوزع بالشكل الطبيعي داخل الار بي سيز، بيكون متكتل بحوالين النواة تبعت البريكيرسر. البيزوفيليك اللي هو بيكون في نواة، في بقايا من الار ان اي تنصبغ بصبغة البيزوفيليك. والهينز بودز اللي هو في حالة الفريك للحديد بيعمل ديناتوريشن للهيموغلوبين. هيك بنكون خلصنا هذا الشابتر، يعطيكم العافية وان شاء الله بالتوفيق.